برضه في الرحله دي بنروج للاستثمار العقاري في مصر. وزي ما قلت لكم باشمهندس خالد هيكلمكم وزاره الاسكان بتقدم لكم ايه. احنا زي ما بنعمل ترويج للاستثمار العقاري بنعمل ايضا ترويج للاستثمار الصناعي. وزاره التجاره والصناعه اطلقت خريطه استثماريه صناعيه. حضرتك كتير جدا بيجي لي ناس يقولوا لي احنا عايزين نساعد وعندنا مشروع بس مش عارفين نعمله ازاي ولا نروح فين او مش عارفين ازاي نساعد البلد. وزاره التجاره والصناعه عملت خريطه. الخريطه دي بتقول في المحافظات دي احنا ممكن تعمل مشروع في الجلود، في الادويه، في المعادن، في الحاجات دي. وفي ويب سايت هسيبه لسياده السفير وائل وسياده السفير طارق عشان كل اللي عنده نيه ان هو يستثمر في المحافظه اللي هو جاي منها يقدر ان هو يدخل على الويب سايت ده ويشوف. اقترحت على دولة الرئيس انه احنا نعمل مظله تامينيه للمصريين في الخارج. واحنا انا اشتغلت انا ووزاره التضامن مع الوزيره رنا ويلي على عمل هذه المظله واحنا خلصناها وان شاء الله بناخد موافقه عليها من مجلس الوزراء في الاسبوع القادم عشان نحيلها الى مجلس النواب. واخيرا طلب المصريين فيما يتعلق بالمظله التامينيه يتم يعني العمل بيه. ايه المظله التامينيه؟ التعويض عند الاصابه في العمل، التعويض اصابه طبعا جزئيه او كليه، التعويض عند الوفاة وشحن الجثمان بدون التكفل بنفقات شحنها. خرجنا المساعدة القانونية منها لأنه كل قضية بتختلف عن الثانية. قضية شيك بدون رصيد، غير قضية المخدرات، غير قضية السرقة، غير قضية مخالفة الإقامة. عشان كده شغالة مع وزارة العدل إن إحنا نعمل صندوق للمساعدة القانونية. لانه الحقيقه مش بس المواطن المصري في الخارج هو اللي بيستفيد من هذه المساعده القانونيه. اي واحد بيسافر بره معرض ان هو لا قدر الله مثلا يعمل حادثه بالعربيه، يخبط حد في الخارج، يدخل في قضيه، يعمل ايه ساعتها؟ فمن الانجازات برضه يا ريت برضه تكونوا مركزين فيها جبل الحلال. احنا يعني الجيش طخر هذا الجبل وما تفتكروش الجبل ده جبل، لا ده مساحه كبيره جدا. أما عملنا أو يعني القيادة السياسية عملت مؤتمر الشباب الدولي أكيد حضراتكم سمعتوا بيه، ونزلنا 150 شاب وشابة من المصريين في الخارج. على هامش المؤتمر عملنا لهم دورة تثقيفية عن سينا وإيه اللي بيحصل في سينا وجنودنا بيجرالهم بيهم. عايزة أقول لكم إن الجنود المصريين في المنطقة دي بالذات عندهم روح معنوية عالية جدا جدا. وبنزورهم في المستشفيات وبنشوف اللي اتبطل رجله واللي اتبطل ايده ويقول لك انا لو رجعوني ارجع تاني في نفس القاعده اللي انا كنت فيها عشان اجيب حقي وحق زمايلي اللي ماتوا. لما طبعا شفتوا كاس العالم، انما من فضلكم ما بنتكلمش مع اجانب عن مصر. مفيش دوله ما عندهاش تحديات ومفيش دوله ما عندهاش سلبيات، انما احنا بنحافظ على الدوله. وهديكم مثال الامارات. فاكرين لما السيول حصلت في الامارات؟ قالوا ما فيش ولا صوره تنزل على السوشيال ميديا بتوري السيول اللي بتغرق الشوارع. ليه بيعمل كده؟ لانه بيحافظ على الصوره بتاع بلده. بيحافظ على الصوره بتاعت بلده. ما حدش يعني اسمح له ان هو يتكلم على بلدي في الخارج. عندنا تحديات او عندنا تحديات، عندنا مشاكل او عندنا مشاكل. احنا قايلين من 30 سنه وقايلين من ثورتين وسنه كانت سنه عصيبه جدا على البلد. فان انت تقوم البلد دي مره ثانيه وما زالت الحرب موجوده ضدها. انا بس بشرح لكم احنا في ايه، بس عايزه في نفس الوقت اطمنكم على البلد ان احنا بكل ده شغالين، بكل ده مؤمنين ان احنا بكل التحديات اللي احنا فيها